أتفشبلو سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا أتفشبلو 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 سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا أبذل الروح وأشتاق المنية في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا أبديا جاهل الباغون أني في إبائي شامخ ما عشت يوما للدنيا جاهل الباغون أني في إبائي شامخ ما عشت يوما للدنيا حاجري عزي حجري عزي حجري عزي ومقلاعي إبائي عاصب الهامة عاصب الهامة عاصب الهامة مقداما جريا حجري عزي حجري عزي حجري عزي ومقلاعي إبائي عاصب الهامة عاصب الهامة عاصب الهامات مقداما جريا أنا شذل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا أنا شبل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي منهما قد سرت في دربي عليا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا شعبنا المطعون لا يرضى هوانا قاوم الباغين كهلا وفتيا طافح الكيل طافح الكيل طافح الكيل فقمنا بجهاد لنذيق الظلم لنذيق الظلم لنذيق الظلم بركانا قويا طافح الكيل طافح الكيل طافح الكيل فقمنا بجهاد لنذيق الظلم لنذيق الظلم لنذيق الظلم بركانا قويا كم سقينا الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلا وسحقا هامجيا كم سقينا الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلا وسحقا هامجيا حارقوا الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصريا حارقوا الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصريا أيها الأسد سيها الأسد سيها الأسد ما هذا التغاضي لا أرى فيكم لا أرى فيكم لا أرى فيكم غيورا أو وفيا سيها الأسد سيها الأسد سيها الأسد ما هذا التغاضي لا أرى فيكم لا أرى فيكم لا أرى فيكم غيورا أو وفيا هذه القدس تناديكم مليا تبعث الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلد وأين باذل الروح إلى المجد رضيا هذه القدس تناديكم مليا تبعث الصوت إلى الأسد فهيا أين فيكم عاشق الخلد وأين باذل الروح إلى
المجد رضيا. كيف يسقى شعبنا ظلما مريرا ويباد الشعب شيخا وصبيا؟ كيف يسقى شعبنا ظلما مريرا ويباد الشعب شيخا وصبيا؟ سيف والأساد فينا حرتنا. وترى الموتى فدا رطبا جنيا. سيف والأساد فينا حرتنا. وترى الموتى فدا رطبا جنيا. كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا؟ كيف والليث بنا أمسى قويا؟ كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا؟ كيف والليث بنا أمسى قويا؟ كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا؟ كيف والليث بنا أمسى قويا؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.